ايه من شوي وصلنا على البيت. يعني اخي فرهاد معك هلا؟ ايه ليش عم تسالي؟ ما بعرف بس انا وياكي تركنا بعض وانت زعلانه مني. قلت اجي لعندك نقعد مع بعض ونحكي بهدوء. خلي القعده للمساج وليدا، نحن لازم نروح على بيت يجيد بعد شوي، وعدنا الجماعه. ايه يعني قصدك ما رح نقدر نقعد لوحدنا. خالتي لك عندي اقتراح، فيكي ما تروحي معه لعند يجيد؟ لا بظن انه لازم روح معه. جوليدا شبك الدنيا ما خربت، منشوف بعض بعدين. يعني ما بعرف بس كتير كنت حابة أشوفك اليوم، حاسة أني مشتاقة لأمي. يمكن مشان هيك قلت منجتمع أنا وياكي منقعد مع بعض مثل قبل، منحكي ومنتصالح. بس خلص مو مشكلة، لا تشغلي بالك فيي، روحي ومنشوف أمتى منلتقي. لا خلص جوليدا قومي تعي، أنا بالبيت عم استناكي. بشوفك. ماشي عم استناكي. أصلي خانم فاضية شوي؟ لا تأخذيني إذا أزعجتك. لا لا تقول هيك حضرة النائب، تفضل أهلا وسهلا. شو خير، في شي مشكلة؟ الشباب مبارح سمعوا صوت رصاص قريب من بيت نامق أمير خان. كيف يعني عن جد؟ الشباب قالوا هذا اللي صار، لو أثر دم لنامق أمير خان. يعني عم يحوم حوالين البيت. طيب تفضل قلي أنا كيف فيني ساعدك هلأ؟ بما أنه وصل لجنب البيت فممكن يكون حدا شافه. يعني أنا ما شفت حدا، بس ممكن أسألهم واحد واحد بالبيت وبخبرك. ما بعرف أصلي خانم، لو بدي أسأل يلي بالبيت كنت سألتهم، بس حضرتك مختلفة عنهم. أنا بشو بختلف عنهم حضرة النائب؟ هنن أكيد رح يحاولوا يحموا بعض، بس أنا وأنت تعاوننا سوا من قبل. يعني برأيك زوجك له علاقة بهالموضوع؟ أنت شفتي نامق أمير خان؟ اسمع حضرة النائب، أنا وأنت ما تعاوننا سوا، يعني الشي اللي عملناه ما اسمه تعاون. أنا انحطيت بموقف صعب واتصلت فيك وبس، يعني بالنهاية أنا اشتغلت من ورا فرهاد وما كنت مبسوطة من هالشي، ولا تتوقع مني شي تاني غيره. أخذت جوابك مش الحال؟ مو هاد اللي بدي إياه سيد فرهاد. حضرة النائب، نحن ما تعرفنا على بعض بظروف حلوة، كان في شوية مشاكل. أنا ما عاد في إلي أي حساب مع نامق، لا منيح ولا سيء. إذا صار وشميت أثره أنا أول واحد رح أتصل فيك وخبرك، طمن على آخر. أنت متأكد؟ أنا ما عاد في إلي أي صلة معه، لا مادية ولا معنوية. أنا شايف نامق أمير خان مثل ما أنت شايفه. ماشي نحن سوا بهالشي. أي بالمناسبة اجتنا معلومات انه نامق امير خان عم يشتغل مع جنيد كوشاك. هنن الاثنين لابقين لبعضهم البعض. بما انه رح نتعاون سوا خلي عيونكم وادنيكم مفتوحة منيح. من خبرك اذا سمعنا شيء اكيد. عن اذنك. مع السلامة. شو اللي سمعته؟ شو عم يصير؟ مع مين؟ معقول أنا سمعت غلط شيء؟ أنت رح تتعاون مع النائب؟ لا سمعتي صح، ما حدا رح يقدر يساعده غيري أنا. عملت الصح.